تحياتي لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة فإن وفق التجربة بالنسبة حق أي شخص مر بالإدمان، فإن الطريقة الوحيدة التي أرى أنها تجمع بين المتعافين هي في الجدية، والمقصود فيها أن الإنسان يصل إلى مرحلة يجد أنه إن استمر بهذا الطريق فإنه سيهلك نفسه، فيصل إلى قناعة بعد الكثير من التجارب إلى أن الأمور التي يبدو أنها غبية أو يبدو أنها مبالغ فيها، التضحيات المجنونة التي سيقوم بها من أجل أن يترك هذه المادة الإدمانية، ستكون بالنسبة لباقي الناس من المدمنين أو من غير المدمنين، طبعا غير المتعافين من المدمنين، يبدو أنها قد تكون يعني خاصة فيه هو فقط، يعني هو قام بهذه التضحيات والأفعال الغريبة لأنه هو شخصيته هكذا جنونية. لا، هو في الحقيقة أن لكي تتعافى فلا بد من أن تقوم بتضحيات جنونية، وكل شيء تضحي فيه من أجل الله فهو يستحق. تعال هالصبح أنا الآن مثلا في حديقة، لها ليش يفتر كذي، خد شوف خله يفتر، الله يفتر كثر ما يبي. من ضمن الأمور التي تبين أن الإنسان فعلا جاد في التعافي هو أن يرى أو يقوم بتمارين مستمرة، يبرمج نفسه يوميا الليل والنهار. سبب طبعا راح يكون انا كلامي نوعا ما بطيء لان الناس تمر تشاهدني، السبب الذي يجعل ان أهمية ان تكون البرمجة ليل نهار هو ان الانتكاس يحدث حينما تنسى آلام الانتكاسة السابقة، وتنسى أو لا تقدر النعم والفرق الكبير بالحياة التي أنت تعيشها حاليا كمتعافي، فتظن أن ما أنت فيه مثلا الآن ليس كافيا، أو أن ينقصك الكثير، أو أن أنت لست ناجحا، أو أن لا تعرف طريقك في الحياة. هذه من التحديات، أن أنت حينما تتعافى تجد أن لديك وقت كثير، وقت فراغ كبير، وأنت لا تعرف طريقك في الحياة. تجد أن الكل من الأشخاص الطبيعيين الغير الذين لم يقعوا بالإدمان انخرطوا بحياة ما، لديهم عائلهم الخاصة بهم، لديهم أنشطتهم الخاصة بهم، لديهم روتين يمشون عليه، روتين رياضي، روتين عملي، روتين اجتماعي، روتين أسري يسيرون عليه. تجد أنك أنت يعني أضحيت على غير شيء،
كنت متمسك بذاك الإدمان، بعد ذلك تجد أن لا يوجد شيء تسير عليه، ليس لا يوجد طريق واضح. فيكون هناك ألم، يكون هناك قلق، فيحدث الانتكاس. هنا يجب الإنسان أنه يصمد، يعرف أنه ما حدث هو بسبب تكرار الانتكاسات. إن قمت أنت بالاستمرار بالانتكاس فهذا معناه أنك أنت تعمق المشكلة، هذا معناه أنك أنت تعمق المشكلة، بينما أنت يعني متألم من حدوث هذه المشكلة، فلماذا تزيدها سوءا؟ هلا شهداء الكويت. رحمهم الله. فتكلمنا عن هالموضوع في السابق، تكلمنا عن موضوع بأن أنت حينما يأتيك الحزن فيجب أن تتقبل الشعور، شعور الحزن أو القلق أو يعني كان على ما هو عليه، كما في التعاليم الشرقية بما شد منك حرتولي هذا واحد صاحب كتاب شمبالة، كثير من الكتب في هذه الثقافة الشرقية، فأنا تقول لك يجب أن تعيش مع الشعور حينما يأتي، وأن لا تستعجل ذهابه. مثلا كان هناك حزن في السابق، أنا أريد أن أفعل المستحيل من أجل أن أتخلص من شعور الحزن، وهذا ربما هو ما قادني إلى يعني هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يقع بالإدمان. لا تستعجل ذهاب أي شعور، وله فيه رسالة، تجلس معه استكشفه. سأدخل في نفق. طيب اجلس مع هذا الشعور، استكشفه، لا تستعجل بهذا، سيذهب كل شعور، سيذهب كل شعور، سيذهب كل عاصفة ستمر وستزول، أفضل من كنت ترجع للفاب أو الانتكاس، لا تريد ذلك، وأيضا لا تريد أن تخدر نفسك بمخدر آخر، سجائر مثلا، طعام، أن مثلا تهرع إلى أصدقائك 24 ساعة، كل هذا مجرد هرب، وبعد ذلك سترجع إلى نفس، لأنك أنت ما حلت المشكلة، لم تعيش معها، لم تتركها تأخذ عمليتها، فسترجع إلى نفس المشكلة، إلى نفس المكان الذي تركت فيه نفسك. وهذا ما يحدث مع الكثير من المدمنين. بعض المدمنين يقولون أننا نحن بعد الإدمان أيضا هناك كآبة، بعضهم يقولون نحن بعد الإدمان لا زال هناك خجل. نعم، لأن ما حدث معهم هو أنهم هرعوا إلى الفاب وإلى مخدر الفاب. لحظة، أنا ما عجبتني ليش ما تبي طريقة معينة كذي، دقيقة أنا أدري أنتوا أصدقائي تحملوني اللي يصير. المهم، فأنت تركت
فتهرأت لأنك أنت كنت تعاني من الاكتئاب، فكنت تستخدم الفاب أو الإباحية أو العدسية لكي تخد شعور الاكتئاب. فحينما تركت هذا المخدر، تركت الإدمان، رجعت إلى نفسك التي تركتها لأنك لم تحل المشكلة، أنت فقط هربت منها، خدرتها. فكنت مدمن شديد الإدمان، فإن بعد ما تتعافى سترجع إلى نفس الشخصية التي تركتها قبل الإدمان. هذه بوابات الكويت السابقة قبل الكويت الحديثة، تخيلوا هذه البوابات، هنا كانت فقط تبدأ الكويت، كوت الكويت فقط. يعني إن أخذنا البوابات يعني يمكن كم مساحتها قليلة جدا، يعني مساحتها قليلة جدا، يعني يمكن كم استاد رياضي. فنرجع إلى داخل الحديقة. إن كنت مثلاً بعض الأشخاص مثلاً الذين هم بالإدمان، إن كنت مثلاً 10 سنوات بالإدمان مثلاً، كنت مثلاً بدأت سن 20 وتعافيت مثلاً سن 30، فإن نفس شخصيتك بسن 20 طبعاً أكيد أصبحت هناك تطورات، يعني تعلمت الكثير من حياتك، تطورت شخصيتك، لكن كثير من الأمور التي أنت خدرتها في سن 20 سترجع لك بسن 30، يعني كنت لم تقم بعملية حلها، العيش معها، تقبلها إلى أن تتبدد وتزول وتستغل طاقتها بشيء مفيد، سترجع إلى نفسك التي تركتها عليه قبل الإدمان. بالنسبة مثلاً لبعض الأشخاص مثلاً مثلي أنا، كنت قبل الإدمان يعني كانت شخصيتي فيها جوانب جرأة ونجاح وحب للرياضة والاجتماع مع الناس، فرجعت إلى نفس تلك الشخصية. نعم رجعت أيضاً إلى أمور كنت أخدرها من مثل الهوس الجنسي، الاستعجال، يعني التهافت على الدنيا والتكالب عليها. هذا أمر كنت، يعني كنت لا أتقبل عدم حصولي عليها سريعا، فكنت أخدر هذه المشاعر بالفعل. ثاني حينما تعافيت رجعت إلي نفس المشاعر، لذلك أنا دائما أعيد وأزيد على مبدأ الهارد مود وغاية الحصول، لأن في الغالب أنا وجدت أنها ليست فقط مشكلتي، مشكلة أغلب المدمنة على الإباحية. كونه أنه مهووس جنسيا ولا ناقض الصبر، ليس لديه صبر، مستعجل، يريد الآن يحصل على هذا الأمر، فيتضايق، يتألم، يستاحش، فلا يستطيع أن يتمالك في نفسه، فاللي راح يتقدم له حلول سريعة بما يظهر أنها حلول سريعة، فيكون هناك إدمان. طبعا ليس هو حل، بل هو يزيد المشكلة مشكلتين. بعد ما أنت تنتهي من هذا التخدير سترجع إلى نفس المشكلة، نفس المشاعر، ألا وهي شعور بالحرمان، شعور بالفوات. وهذا الموضوع ليس يعني مثل لو كنت أنا بدي أخذ نفسي كمثال، ليس بسبب عدم توفر هذا الشيء عندي، لا صدقوني يا جماعة، أنا من أكثر الأشخاص الذين توفر لهم الجنس والعاطفة وما إلى ذلك، ومر التجارب حتى بالزواج تطلقت، غير الزواج وكذا الحمد لله الله أدامه، لكن الموضوع طمع لا يرضي الإنسان شيء. كلما دخل في علاقة
يقول لا 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 اريد هذا، هذا الشيء لا ليس مقبولا، اريد افضل. كل عند كل علاقه تريد، لا اقول اريد الافضل، اريد شيء افضل من هذا الشيء. فهكذا استمر، مشكلتي كانت في الطلب، فقط في الطلب. كل ما احصل على شيء اريد افضل منه، كل ما اقول ان هذا الشيء ان حصل سيلبي رغباتي، ساستمتع. ان هذا انا مشكلتي مثلا، فقط انا مشكلتي مثلا عدم حصول على الجنس. لما احصل على الجنس فاني ساسار، ستنتهي مشاكلي. احصل على الجنس لا اسار، ولا لا هناك علاقه اخرى، لا هناك شيء افضل، لا هناك كذا. وطبعا هذا الامر قد لا يتوفر في كل وقت، فيحدث إدمان على الإباحية. وأنتم ستجدون أن كثيرين من المدمنين على الإباحية يعني أيضا كانوا ناجحين في العلاقات، لديهم تجارب أو توفر لهم الجنس. لذلك أنا أعيد وأزيد بأن مشكلة مدمن الإباحية ليست عدم توفر الجنس. هذه نماذج عن الكويت قديما، قبل النفط داخل السوق. زين نطلع كلنا بالسوق. فليست مشكلة مدمن الإباحية عدم وجود، يعني مشكلته أنه محروم من الجنس، لا بتاتا. بل في الغالب تجدون الأشخاص الذين يعني كثير من الأشخاص الذين حتى يمكن لم يمارسوا الجنس أو مارسوه قليلا أو ما إلى ذلك لا يقعون في الإباحية. تجد كثير من الأشخاص الفقراء قبيحي المنظر لا يقعون في الإباحية لأنه قطع الطمع خلاص، مثل ما قال ابن الجوزي قطع الطمع، لا يفكر بهذا الموضوع. بينما الشخص الذي دائما هو قريب من النساء، دائما يفكر بالنساء، دائما يعني في تفاعل معهم، فطبيعي ان تكون الاستثارة عنده اكثر. فموضوع حصولك على الجنس، لو فرضنا ان شخص مثلا مدمع الاباحية ذهب الى الحرام ومارس الجنس والزنا والفاحشة وما الى ذلك، بعد 3 أيام سيرجع إلى الإباحية. إذن المشكلة ليست في عدم حصولك، إذا أنت أزلت هذه الفكرة من عقلك ستعرف أن المشكلة في تفكيرك، في عقليتك، في نظرتك للأمور، وأن أنت بإمكانك أنك تغير تفكيرك وبالتالي تغير سلوكياتك وواقعك. ما شاء الله الناس طالعني. يا جماعة في يعني أصبحت لدي بعض الشهرة بالكويت، ليس بسبب قناة اليوتيوب لكن بسبب لقاء البي بي سي. يعني حتى في نفس هذا المكان في حديقة الشهيد هناك شخصين أتوني وطلبوا التصوير سيلفي معي، وقالوا انه معه، قالوا انهم يعني يؤيدون ما انا قمت به بمقابلة بالبي بي سي، وانهم مع كلامي ويؤيدوني ويؤيدون نظرتي ونصحي للناس. يعني فعادي ممكن ان بعض الاشخاص الذين يشاهدني قد يكون عرفت او يعني راى اللقاء، لان تم مشاركة يعني عموما. ف اهم شيء ان الناس تستفيد، كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. ف قلنا بأن
الشعور، شعور الحرمان، شعور الحزن، أي شعور كان لا تهرب منه، هذا قد يسبب لك إدمان. قد لا يكون إدمان إباحية، قد يسبب لشخص آخر إدمان من نوع آخر. لا تهرب من أي شعور سلبي حتى يذهب هذا الشعور السلبي، اجلس معه، لا تستعجل ذهابه، لا تستعجل ذهاب هذا الشعور، اجلس معه، تأمل، أنت محتاج إلى التأمل. والحقيقة يا أخوان يعني فترة التعافي كما قلت يعني ستكون هناك آثار سحابية، ستفتقد الإباحية، وأيضا بالنسبة يعني لشخصية المدمن أو ما إلى ذلك، قد يكون قد تبدأ تحزن، أو لا نقول تحزن، تتألم على أشياء معينة. قد تحب بنت، قد تتذكر بنت تحبها، هذا كذا تكون هناك علاقة. قد تستعجل الزواج، تريد أن تتزوج مبكرا. قد يكون أحد الأشخاص في أسرتك يزعجك أو لا يسير على روح ما تريد. في الحقيقة يعني يجب أن تتقبل موضوع أن الناس لن تسير وفق ما أنت تريد. إن كانت نفسك التي بين جنبيك لا تسير وفق ما أنت تريد. هذا عن الإباحية، تعلم أنها تهلكك ومع ذلك أنت مستمر عليه. هذه من مفارقات الحياة العجيبة. بعض الإنسان بعض الأحيان أنت تعلم أن الرياضة تنفعك لكنك لا تقوم بالرياضة. تعلم أن هذا الكذب أن تصير على نظام الغذاء الصحي لكنك لا تصير على نظام. بعض الناس تعلم، هناك أشخاص يعلم أن هذا الشيء فيه هلاكة ومع ذلك لا يقوم بتركه، ما يعلم أنه فيه هلاكة. فكانت نفسك التي بين جنبيك لا تسير وفق ما أنت تريد. لماذا تريد أن الناس تسير وفق ما أنت تريد؟ هذا الشيء لن يحصل. فكف عن رغبة الناس تسير على وفق ما تريد. هناك ناس تعلم بأن وراءها نار ومع ذلك لا تريد أن تؤمن. فتقبل الأمور على ما أنت تستطيع أن تغيره هو نفسك، نفسك التي بين جنبك، وتغييرها أمر و يعني عملية صعبة تحتاج إلى تركيز منك. فإذا علمنا هذا الموضوع فنقول أن المدمن وصل إلى مرحلة عرف فيها وتأكد بأن عليه أنه يضحي، عليه أنه يضحي، عليه أنه يذكر نفسه ليل نهار. الشخص الذي لم أو الشخص الذي لم يتعافى يرى أن هذا الشيء مبالغة، أو يظن أن غيره يمزح، أو أن قد تكون شخصيته هو هكذا. لكن في الحقيقة إن كنت أنت فعلا إنسان جدي يجب أن تعالج بدرجة الأولى إدمان الهاتف، لأن هذا من أهم خطوات التعافي، بأنك تتخلص من وجود المادة الإدمانية حولك، وأنت مادتك الإدمانية موجودة في الهاتف. شاب ماي فصدقني
الصور المتوفرة الآن بالإنترنت لن تقدر عليها، لن تقدر عليها. فما بالك إن أنت كنت مدمن سابق أو لوقت قريب أنت تعافيت. لا يعني فتنة هذه الصور الموجودة في الإنترنت فتنة كبيرة، فأنت بينك وبين الانتكاسة أن تنظر إلى الصورة أو مقطع فيديو ويتخرب حياتك. فلماذا تخاطر؟ لماذا تخاطر؟ تجعل الهاتف معك؟ أترك الهاتف في خزنة النادي، صندوق الأمانات في النادي، ليس فيه شيء مهم. اشتر هاتف ليس فيه إنترنت. تصور الناس، أنا أدري الناس بعضهم ينزعجون. الشباب جن اترك الهاتف في خدمة النادي. طبعا لن تستطيع ان تترك الهاتف من اول مرة، هذا طبعا الحجر، الحجر رفعه الماء. ولا يعلم الناس يتعلمون ولا يفعلون. عموما لا بد ان يكون تدرج في الموضوع، لا بد ان يكون هناك تدرج في الموضوع. لن تستطيع ان تترك الهاتف بيوم من الايام، لا بد من ان يكون هناك تدرج. أنا أودي بالي مشاكل. فأبي أحد يكلمني على التصوير. هذا خش حديد. لا. الموضوع أن لابد أن يكون هناك تدرج. لابد أن يكون هناك تدرج بحيث أن تبدأ تعود نفسك أن تنتبه على استخدامك للهاتف. هناك كتاب قلت لكم عنه، ترجمة مكتبة جرير، كيف تقطع علاقتك بهاتفك. نقطة أيضا مهمة، حينما تتعافى لا يكون همك النجاح، الزواج، المال، بل يكون همك الامتنان، الرضا، الروحانيات، التأمل، لا يكون أدري الموضوع الروحاني أنت مو ماشي حاليا مع الأغنية عادي، لكن فاهمين أنت ماذا أقول. التأمل، أنت تحتاج إلى أن تجلس مع نفسك من غير أن تفعل أي شيء. تحتاج أن تجلس مع نفسك من غير أن تفعل أي شيء. متى تجلس؟ لكن طبعا هذا أقل، لكن يمكن أنك تجلس في حديقة منزلك تشرب الشاي و تشرب الشاي، تذكر وتتأمل وتعرف أن أنت لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى المزيد من العلاقات، لا تحتاج إلى الزواج، لا تحتاج إلى
مزيد من المال. لماذا؟ لأن هذه فترة حرجة لحياتك، فعليك أن تراعي نفسك من ناحية أنك تستشعر مدى حريتك الآن وأنت في فترة النفق، مدى حريتك، مدى روعة أنك أنت على يوم تعافي. حتى تستوعب هذا الشيء يجب دوما تتذكر أيام الانتكاس. حينما تتذكر أيام الانتكاس ستمتن ليوم التعافي. لذلك أقول لكم لابد من التمارين في الصباح. هذا تمرين أنا أقوم به وفادني كثير، وأنا أشرب القهوة أقوم بتخيل التراكمات التي ستنتج عنها حياة التعافي. أتصور إن أنا استمريت على حياة التعافي وراكمت سعي، وراكمت التغذية الصحية، وراكمت الرياضة يوم بعد يوم، وراكمت النجاحات الاجتماعية، وراكمت الإنتاجات والإنجازات الشخصية يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، بعد ستة أشهر ماذا سيحدث؟ بعد سنة ماذا سيحدث؟ مثلا يعني كمثال فيديوهات في القناة. أنا صدمت حينما عرفت أن عديت 200 فيديو. كل عام ما أدري كم وصلوا، حتى ذكر مرة أحد سألني قلت له أكثر من 100 فيديو، تبين أنه 200 فيديو. لم أنتبه لماذا وكيف حدث هذا الشيء. يوم بعد يوم تراكمات، فجأة ستجد أن عندك 1000 فيديو، فجأة تجد أن المشتركين وصلوا 33,000، فجأة تجد أن أصدقائك تحولوا من أشخاص غير مساعدين أو غير نافعين إلى أنك بدأت تتعرف على أشخاص نافعين. فجأة تصبح على شخصية تجلب، شخصية مناسبة لما أنت ترغب بتحصيله في حياتك. الموضوع تراكمات، هذا الشيء يتكلم عنه كتاب The Compound Effect حق دايمن هارتي. دايمن هارتي أتمنى أن يترجمونه صح، اللي هو الأثر التراكمي له في ملخص. فتتخيل كيف بأن تراكمات إن استمريت وأنت على الحياة، استمريت على هذه التراكمات. طبعا هذا الشيء لن يحصل إلا إن استمريت بالتعافي. فإن استمريت بالتعافي، فأنت إن استمريت بالتعافي بعد 3 أشهر تعافي، 6 أشهر تعافي، صحتك كيف ستصبح؟ توفيرك للأموال، إنجازاتك، علاقاتك، ماذا سيحدث لك؟ علاقاتك الاجتماعية، الفرص، فهذا تمرين ناجح نافع أنصحكم به. النافورة ما زالت ترقص، الناس تلعب رياضة
والله التصوير حلو يعني في اكشن. نذهب من ها هنا. عموما يجب ان تبقي، هاي نقطة مهمة، ان تبقي او تستمر في برمجة ابقاء البرمجة، ان تستمر الاستمرار في برمجة الاستمرار بالبرمجة. معنى هذا انك انت يجب ان تذكر نفسك بانك يجب ان تستمر ببرمجة نفسك، بأن عليك أن تتذكر. يعني التعافي يا جماعة، الإنسان الذي يتعافى، أنا بعد ما يعني شاهدت تجارب المتعافين وقرأت لهم، المتعافي يمضي في يومه وهو يقول يا سلام شوفوا كيف أنا الآن أمشي في الحديقة، لو كنت متكسا لما تهيأ لي المشي في الحديقة، لما استطعت أتمشى في الحديقة. شوفوا كيف الآن لما شاهدت هذا الشخص الذي عرفه ذهبت لأسلم عليه من غير لا أرتبك، من غير لا أني أخشى، وكنت واثق من نفسي. ولو أني كنت مثلا في في الانتكاس لهربت لارتبكت، لكنت على شعور خايس. أنا ما عندي مصطلح هذا، عجبتني المصطلح. كنت في ضيق بالصدر، حزن، حتى لو خرجت توتر، تجد غمامة عقلية، تجد أن حركاتك غير متزنة، تأتي لتمسك الكوب فتطلق الكوب، تكب يعني تريد أن تمسك الكوب أو كذا، تتحرك على الطاولة، تتحرك يدك على الطاولة، تقوم برمي الأمور أو على ذلك. هذا كله من سبب الدوبامين، او الامور هذه اللي تجيب الدوبامين غير متوازن، انت تحتاج الى وقت كي يتعافى توازنات الداخليه عندك في الاعصاب والنوافل وهذه الامور، تحتاج عقلك مده لكي يتعافى، تحتاج نفسيتك مده لكي تتعافى. فيجب أن تستمر كل يوم تكتب لما عليك أن تكتب لما علي أن أترك العاطف في العمل في النادي في كذا، فتكتب، لأن تقول أن لما أخذ الهاتف معي أقلق، أخاف على نفسي الانتكاس، وأنت ستسدي صنيعا لنفسك حينما تتخلص من قلق الانتكاس، لأن هذا يستنزف طاقتك، ستقوم بالمقاومة، سيسيطر جزء كبير على تفكيرك، سيستنزف طاقتك، ستقلق. إن كان الهاتف معك ستقلق على نفسك، لأنك تتعرف ألم الإدمان، ستقلق، ستخاف أنك تضعف، فجنب نفسك هذا استنزاف الطاقة، تركه في مكان بعيد، ستكون آمن، لأن الموضوع يحتاج فقط هذه صورة، الموضوع يحتاج صورة فقط، والصورة تعلق بالذهن ولها تأثير كبير جدا. وأنا يعني جربت، وجدت أن مجرد ما أني أنا أمسك الهاتف يضيق صدري، أتضايق، أما إذا رأيت صورة يعني فلا، يضيق صدري كثيرا، يضيق صدري، أشعر بأن طاقتي استنزفت، أشعر بأن تم تعكير صفو عقلي،
يتم التعكير، وهذا يصبغ يومك او يصبغ على الاقل ساعات من يومك، يعني الساعات التي بعد ساعتين ثلاث ساعات من بعد رؤيتك لهذه الصورة تصطبغ بصبغة معينة. تبدأ تفكر بمشتتات، كيف تشتت ما رأيت، تبدأ تفكر بمبنجات أخرى، تشاهد فيديوهات ليس لها داعي، تتحدث مع أشخاص من غير أي داعي أي نفع. لكن إن أنت جمعت ذهنك على شيء مفيد، شيء أنت وضعت في ذهنك أنك ستفعله، فهذا أفضل، فهذا أفضل. زين القمر ما طلعنا القمر، هذا القمر والله، القمر والله حلو طالع بالصورة. عموما يعني أقصد واضح، عموما هذه أيضا مجسمات الأبراج الحديثة في الكويت، لكن لا يعني لا إضاءة عليهم الآن. عموما تبقى البرمجة مستمرة، هذا شيء. شيء أيضا اللي هو قلت لك إنه هو يجب أن تحدث توازن. إذا نذهب إلى القسم الثاني ونبقى هنا، نذهب إلى القسم الثاني. نعم في ناس وايد في هذا الممر عموما. فقلت لك بأنك يكون هناك توازن، لأن أنت تحتاج إلى محاميات، إلى التأمل، لأن سيكون هناك خواء، سيكون هناك ألم، سيكون هناك طمع مادي سيؤلمك هذا الشيء، ستستعجل. من استعجل الشيء قبل عوانه عوقب بحرمانه. لا تستعجل يا أخي، قدر الله فيك نافذ وهو الأفضل لك، هو الأفضل لك. بعض المرات كما يقول الجيلاني يعزلك الله عن الخلق كي تكون له، كي تجمع ذهنك عليه، ثم لما تربى وتستكمل وتكون جاهزا يطلقك للخلق. لكن هناك فترة تربية، هناك فترة تربية تكون فيها وحدة في هذه الفترة، تكون فيها خصوصية، تكون فيها جلوس مع النفس، تكون فيها تقرب إلى الخالق العالمين. فلا تكره هذه الفترة، فترة الصحي، فترة التربية، فترة الوحدة. لا تكره هذه الفترة، هذه فترة التربية لك، تكتشف نفسك، تتعلم الكثير عن نفسك، عن الحياة، تزهد الماديات. وأيضاً أريد أن أعيد وأزيد في الموضوع عدم الاستعجال، لأن أنا أرى بأن هذا الموضوع موضوع شعور بالحرمان، موضوع الاستعجال، شخص ليس فيه صبر فيهرع إلى العبثية، لأنه ليس فيه صبر على أن ينتظر إلى أن يتزوج. فيه طمع، طيب الحين شلون نتكلم بذلي بالأنحاء؟ طيب دعني أقول لكم، طبعاً أنا تحدثت بأن هذا الشيء لو حدث
لن يقيك الانتكاس. نقطة أخرى، لأن هذا الشيء مجرد تضييع وقت، مجرد تضييع وقت. ده شوية وحط الجنس، الجنس مجرد يعني تضييع وقت، استمتاع، لذة فقط، مدة بسيطة. هل فيه فائدة؟ يعني يقوم بتطوير حياتك، يقوم بكذا؟ لا. يعني أنت مثلا بعض الأشخاص مثلا ممكن يفلسف الموضوع، يعني حتى أعمل، حتى يعني أنجز، يجب أن أصفي ذهني عن طريق هذه الموضوع، عن طريق مثلا والله إحنا أنا أول مرة يعني ما قرأت سير كثير من العلماء، ولا واحد فيهم قال هذا الكلام، ولا واحد فيهم قال إن يعني هذا مفتاح نجاح، مفتاح النجاح هو العمل الجاد، الإلهام، الجدية. لم يعني، لأن كثير أغلب الفشلة يقومون بممارسة الجنس والزواج والزواج، لا يوجد إلا فقط تبديل طاقة وفشل وإضاعة أوقات وكسل. فلا تتحجج، من يريد أن يعمل يعمل، من يريد أنه ينجز ينجز. بل بالعكس، كونك أنت الآن فارغ ولديك طاقة، بعض الأشخاص يقول تكلم عن سيمن ريتنشن، سيمن ريتنشن اللي هو إبقاء المادة المنوية والطاقة التي تعطيها للجسم. طبعا هذا يعني الناس في السابق كان هذا ما يفعلونه، يعني عندما يذهبون للجهات تعتقدون أنهم يذهبون 6 أشهر، يعني شهر وهم يمشون، بعض المرات يذهبون إلى الثغور يمون 6 أشهر، يعني تظن أنه كل واحد يأخذ له زاوية ويماس العدسية. طبعا لا، يقومون بتخزين طاقتهم الجنسية وتكون لهم هذه قوة. بعضهم يأخذون زوجاتهم معهم، بعضهم لا، كثير من الأحيان لا يأخذ المقاتل زوجاته، السبارتن أو المقاتلين السبارتا المشهورين، كان ممنوع على المقاتل أنه يتزوج أو أنه يمارس الجنس إلى أن يبلغ سن 30 أو شيء من هذا القبيل. بالفلسفة الشرقية الهندية يقولون أن هذه طاقة عظيمة، طاقة تصنع الحياة، هذه الطاقة على الحيوان المنوي يصنع حياة، فهذه طاقة عظيمة حينما تخزنها وتستخدمها في أمر فعال في إنجاز، فإنك تحصل على قوة كبيرة. ربما هذا الشيء الذي يعني أظن الله أعلم يعني، أو قد يكون يعني هذا الذي يعطي كلامي قوة حينما أتحدث معكم. يعني بعض أنا لست ذو علم أو يعني شخص جهبذ أو ما إلى ذلك، لكن ربما لهذا السبب فإن لي تأثير، لي قوة كلامية. طبعا هناك محفظات تؤثر على قوتي الكلامية، مثلا الآن إذا أمشي بين الناس أتحدث في هذا الموضوع، خصوصا بعض الناس قد يكون يعني سمع عني أو طبعا ليس بسبب القناة لكن بسبب البي بي سي، فهذا طبعا الشيء يؤثر على قوة الكلام. اختلف عن أيضا كنت محضر أو لم أكن محضر للمادة، أيضا يؤثر. عموما فهذا عن السيمن ريتنشن، عن
تخزين الطاقة، فهذه تستخدمها، تستخدمها في الخير. بعض الأشخاص يقول لك لا، إن أنت لم تكن متزوج فعليه بمعارستها. هذا ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا يعني عشاء الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع. بعض الأشخاص يقول عليه بالعادة السرية. لا، ليس هذا بقال الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة العادة السرية في السابق. من لم يستطع عليه بالصيام، ما قال عليه بالعادة السرية. هناك أشخاص سيغضبون من هذا الكلام، لا، عليه بالعادة السرية. كيف كيف يعني؟ لو كان الموضوع هكذا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج، ليس لم يستطع الزواج عليه بالعادة السرية. طبعا هذا للشخص الطبيعي، الشخص الطبيعي. أما الشخص المدمن فعليه بالعلاج من الإدمان، عليه بالتعالج من الإدمان. عموما ماذا أيضا؟ أنا ما كنت محظوظ على فكرة. زين، خل نشوف نشوف. نقاط طبعا المقارنة طوال اليوم، طوال اليوم أنت تقارن بين حياتك بالانتكاس وحياتك بالتعافي. كل شيء لو كنت مثلا حتى أكلك طعامك، تقول لو كنت أنا في يوم عادي كان طعامي مختلف، لو كنت في يوم ثاني لنمت متأخر، لو كنت في يوم آخر لا كذا كذا، إذا تعاملت مع الناس كذا وكذا. زين، في كثير من الأحيان، نعم هذه النقطة، هذه النقطة، كثير من الأحيان الإنسان ينسى نعمة أنه متعافي، فلا يستوعب بأنه الأمور البسيطة التي يفعلها الآن حينما كان منغمس كان لا كان يتمنى فقط أنه هو لا يريد شيء بالحياة غير أنه هو يعني فقط يخرج مثلا يتمشى في الحدائق، أو فقط مثلا يلعب رياضة، أو فقط يستطيع أنه يواجه الناس، ولا يريد أي شيء آخر في الحياة. فقط يريد أن يتعافى. بعض المرات يعني يكون تعافي لا يريد شيء في الحياة، فقط يريد أن يتعافى. طيب انت الان في الموضوع، فلماذا نسيت؟ ما هو اجمل واعظم في هذه اللحظه؟ نبدل نبدل هذه تتعامل هنا. ايوه، ما هو اعظم انك انت تكون حر نفسك، يكون لديك وقت فراغ وعافيه وجسمك يعيد توازناته بالداخل، و ما هو أعظم من أنك تمشي كل يوم تمارس الرياضة، بأنك تتفاعل مع الناس بطبيعية؟ ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك؟ فلا تنسى هذه الأمور البسيطة هي الحياة، هي لذة الحياة. ليس تحصل على كثير من المال لأنك ستتم تقول لا، لن يضيك شيء. تقول أريد المزيد، أريد المزيد، أريد المزيد، أنا يتزوج أريد المزيد. ومن يقوم بأي شيء مادي مشكلته بأنك كلما حصلت على شيء منه تقول ليس كافي، أريد المزيد. زين، هذا الطريق التجارية شيء جميل صراحة. الطريق الحديثة يجب أنك تمضي خلال يومك وأنت ممتن، تتذكر أيام الانفتاح، كيف أنك أنت محبوس متألم، وكيف أنك أنت حينما
كنت تخرج يعني كنت أتألم كنت أتألم خلال يومك تتألم أنا ما كنت شاهد تتألم نوع لا يوجد إشباع وإيش باشرية لا يوجد إشباع ما أين كنت لا يوجد إشباع النقطة أيضا قبل أن أنساها جاءت في ذهني الآن يجب أن تتذكر كيف أن الميدان ميدان شيطاني هذا من الأمور الذي كنت أفكر فيه في الفترة الأخيرة ميدان سواء أنت كنت فيه أو لست فيه فأنت جزء منه فأنت تشارك في هذا الميدان ميدان شيطاني يا جماعة لأن الموضوع فيه إيذاء فيه إيذاء للنفس إيذاء للمستهلك وإيذاء لإيذاء للبنت الإباحية أو وإيذاء للذي يقوم ب الممارسة. وبعض الأشخاص ينتقل يعني إلى يعني مثلا أو بعض الأفلام يكون فيها عنف تكون فيها سادية فما هذا معناه أن الشيطان سيطر على هؤلاء الأشخاص وبدأ يلعب بهم لماذا تريد أن تشاهد هذا الشيء؟ لماذا تريد أن تكون جزء تغير عقلك إلى هذه الدرجة تجعل الشيطان يلعب بك؟ هذه الكلمات لا تمات بشيء ما خلق هذه الكلمات لا تمات بشيء ما خلق هذه الكلمات تمات بشيء ما خلق هذا يعود بالهمزات شياطين هذا بتوع يحضرون عموما فالحمد لله أنت مع الله أنت قوي أنت بذكر الله أنت كالولي الذي يتولاك الله فلما تريد أن تنحط إلى مستوى أدنى من مستوى البهائم والحيوان بينما بإمكانك أنك ترتفع على مستوى الملائكة لأن الملائكة لم تركب فيهم الغرائز والشهوات والمعصية لا يستطيعون المعصية لكن أنت مركب فيك الشهوات والأهواء والضعف وما ذلك وتقوم بالالتقاء عليهم بينما من ممكن تكون أدنى من الحيوان هذه نقطة في أيضا أريد أن طبعا عموما لازم أراجع أسأل على كتب كان هنا من الأمور التي ينبغي أيضا على المتعافي أن يستحضرها في ذهنه دوما هو أنه يعرف أو يستحضر خطورة الموقف خطورة الموضوع خطورة الموضوع وقرب عهده بالإدمان لا يعتبر نفسه سوبرمان لا طالما قلت عن نفسك ان انت سوبرمان انت كفي يجب تعرف ان الموقف خطير جدا وان في اي لحظة خصوصا ان الرغبه موجوده مدفونه انت الان تقول لنفسك ان لا توجد لا اريد ان ارجع مستحيل ارجع انا حتى لا افكر في الموضوع
وأنا كرهت الموضوع في قلبي غالبا لن أعود له، ولكن هذا لا يعني أن لا توجد هناك رغبة مجهولة. حتى لو أنت اجتزت 90 يوم، طبعا عندما تجتاز 90 يوم تذهب جزء كبير من الوقت، تصبح الموضوع أسهل. لكن سواء قبل 90 يوم بعد 90 يوم، أعرف بأن هناك نار تحت الرماد. يجب أن تتذكر كما في جماعة Alcoholic Announcement اللي هي AA، دائما يقولون هذا الـ A الأول، هذا الـ A الثاني، دائما يقولون بأن يذكرون أنفسهم بأن أنا مدمن متعافي، أنا غير عن باقي الناس، لا يمكن أن أخذ جرعة صغيرة من هذه المادة التي أنا مدمن عليها، لأن غيري قد يستحملها، أنا لا أستحملها، أنا مدمن، إن أخذت جرعة بسيطة، إن لم أتعاهد نفسي سأنتكس وأحطم حياتي. فعليك بأن جماعة الـ AA دائما اللي هم مدمنين الكحول، دائما ما يذكرون أنفسهم أن الحق. بس ما طولنا بالفيديو، طالما الصوت، فأنت يجب أنك تتذكر نفسك. ذكر نفسك يا أخي، هلا وين هلا، مسوى على طول ليت تهنصين. ما عندي أكل يا ما عندي أكل تماما. طلع من ذكاء بعد، انا قاعد لكم اليوم كم طاف؟ اوه طاف ساعة؟ لا كفاية خلاص، نكمل في حلقة اخرى، لكن دام ان احنا موجودين مع بعض وما وراكم يعني شيء، ف نختمها كذي ختامية، يعني نريكم بعض السريع شيء يعني دقيقتين راح يبين نتعدكم بالفيديو كم مدة الفيديو. شنو مثلا؟ أكثر شيء يعني شو اللي بنتظره؟ ما في بالي شيء يعني. أقول لك عليك بأهل الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفلي، ولا تعد عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في عين المتأملين. هذا من القصائد اللي أيام ما حفظتها و يعني علقت في ذهني. وهناك قصيدة أيضا أحبها يقول تقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتن كثير الجود نهل فأن بقاءه خصب ونعمة. ذكر عدد من الأشخاص، ثم قال: فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج وعاء، وفي إيجادهم لله حكمة. أتمنى أن أنتم استمتعتم واستفدتم. ألقاكم في الفيديو الآخر بحضرة شهيد. أتمنى أن الله يبلغنا الشهادة حتى ولو متنا على فراشنا، مراتب الشهداء. ونراكم في الفيديو القادم وفي أمان الله.